السلام عليكم. في التمرين ان شاء الله غنشوفو كيفيه حل النهايه على شكل ليميت ديال اكس اس ان ديال ln اكس لكل اس ان، بحيث ام و ان اعداد صحيحه طبيعيه غير منعدمه. ومن بعد غادي نشوفو تمرين تطبيقي. اذا نبداو بالحاله العامه. في النهايه الاساسيه حنا عندنا ليميت ديال اكس ln اكس 0 بلس كتساوي لنا 0، والليميت ديال اكس اس ان ln اكس في 0 بلس كتساوي لنا 0. هنا بطبيعه الحال ان تنتمي الى ان اطوال، يعني عدد صحيح طبيعي غير منعدم. في الحاله ملي كتكون عندنا الليميت ديال اكس اس ان ln ديال اكس لكل اس ام، اذا كيفاش يمكن لي نحسب هذه النهايه؟ اذا دائما كنحاول نقلب على هذه الصيغه هذه. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو الليميت ديال اكس اس ان، اذا هاد الاس هذا غادي نخرجو على برا، الالين ديال اكس لكل اس ام. اذا باش يمكن لي ندير هاد العمليه خصني هاد ان قسمها على ان 0 بلس، لان حنا كنعرفو بانه ا بي لكل اس ام راه هي ا اس ام بي اس ام، الاس كيمشي على العدد بجوج. بالتالي احنا عندنا اكس اس ان على ام مضروبه في ام، اذا كيبقى هي اكس اس ان. اذا الليميت في المتغير احنا عندنا اكس اس ان على ام، احنا عندنا اكس، اذا باش يمكن لي ندير تغيير المتغير خصو يكون عندنا نفس المتغير. اذا المتغير ديالنا هو اكس اس ان على ام، اذا حتى داخل الاله خصو تكون عندي اكس اس ان على ام. اذا باش يمكن لي ندير هاد العمليه، اذا حنا عندنا اكس اس ان على ام الان ديال اكس اس ان على ام. اذا مادام كنديرو هاد اكس اس ان على ام خصني هنا نضرب في المقلوب ديالها لكل اس ام. علاش ضربنا في المقلوب؟ لان الان ان الان ديال اكس ان على ام شنو هي؟ هي ام على ان مضروبه فاش؟ في ان على ام الالان ديال اكس. اذا اختزلنا فغنلقى الالان ديال اكس، اذا الالان ديال اكس راح كيساوي لنا ام على ان الان ديال اكس اس ان على ام. اذا دابا كيمكن لي نزيد نبسط شويه هاد الكتابه. هاد ام على ان خرجها، اذا غتولي ام على ان لكل اس ام مضروبه فاش؟ في اكس اس ان على ام الالن ديال اكس اس ان على ام لكل اس ام 0 بلس. اذا هنا غادي يمكن لي ندير تغيير المتغير. اذا هنا نضع تي كتساوي لنا اكس اس ان على ام، اذا عندما يؤول اكس الى 0 بلس فحتى تي يؤول الى 0 بلس، وبالتالي غترجع على الشكل هذا. اذا الليميت دي يؤول الى 0 بلس ام على ان لكل اس ام مضروبه اكس اس ان على ام هي تي الالان ديال تي لكل اس ام. اذا حنا كنعرفو بان تي الان تي الليميت ديالها في 0 بلس هو 0، و 0 في ام على ان اس ام هو 0، ظروف عدد كيعطيني 0. الان دابا غادي ندوزو للمثال التطبيقي. غادي نحاول نطبق القاعده او الصيغه اللي لقينا. اذا الليميت ديال اكس اس 3 الالين ديال اكس لكل اس 2، اذا شنو غادي نديرو؟ الليميت ديال اكس الالين ديال اكس كنخرجو داك الجوج داك الاس ديال الالين، اذا هنا خصني نقسم على الجوج اللي خرج 0 بلس. اذا عندنا اكس اس 3 على 2 هي، اذا حنا حتى هنا خصها تكون عندي اكس اس 3 على 2. اذا ليميت اكس اس 3 على 2، اذا الالان ديال اكس اس 3 على 2. اذا العمليه باش يمكن لي نديرها خصني نضرب هنا في المقلوب ديال 3 على 2 اللي هو 2 على 3 0 بلس. اذا يمكن لي نخرج داك 2 على 3، اذا الليميت ديال 2 على 3 لكل اس 2، لان كنعرفو ملي كيكون عندنا ا بي
اس ان راه ا اس ان بي اس ان، يعني الاس ديال العاملين بجوج. اذا نضرب فاش في اكس اس 3 على 2 الالين ديال اكس اس 3 على 2 الكل اس 2 في 0 بلس. اذا هنا غادي نديرو تغيير المتغير، اذا نضع تي كتساوي لنا اكس اس 3 على 2. اذا عندما يؤول اكس الى 0 بلس تي كذلك يؤول الى 0 بلس، وبالتالي النهايه تصبح على الشكل ليميت ديال 2 اس 3 مضروبه تي الان ديال تي الكل اس 2 دائما في 0 بلس. اذا تي الان تي النهايه ديالها في 0 بلس هي 0، وبالتالي صفر في عدد هو 0.